السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقدم المنظمة السعودية الأوروبية هذا المؤتمر لضحايا انتهاكات الحكومة السعودية الأول. وأشكر شخصيا الأخ علي الدبيسي على هذه الدعوة لتقديم هذه المنظمة. وسوف نبدأ بإذن الله المؤتمر بكلمة من نائب المنظمة السعودية الأوروبية الأستاذ عادل السعيد. تفضل أخ عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ زاهر وجميع المشاركين والمشاهدين، تحية طيبة. مع وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للحكم في السعودية في يناير 2015، وما تلاه من تمكين ابنه محمد بن سلمان من السيطرة على المؤسسات الأمنية في السعودية، ارتفعت وتيرة القمع في البلاد بشكل غير مسبوق، فأصبح التعذيب، الإخفاء القسري، الإعدامات، الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات، مثل التحرش الجنسي بالنساء والرجال وغيره، بمثابة ممارسات روتينية قانونية. لا يجد آلاف الضحايا وذويهم سبلا للانتصاف من المجرمين الرسميين في الداخل جراء ارتهان الجهاز القضائي لرئاسة أمن الدولة، الذي هو بدوره يسيطر عليه الملك وابنه. في هذا المناخ الملبد بغيوم الاستبداد والبطش والظلم الأعمى الذي لا حد له، بات ذوي الضحايا ليسوا عاجزين فقط عن الانتصاف لأبنائهم في داخل المؤسسات القضائية والإدارية في السعودية، بل إن حديثهم عما وقع عليهم أو مجرد الدعاء لهم بالفرج أو إعلان اعتقالهم يجعلهم هدفا للجهاز القمعي في السعودية. ولنا في الدكتور خالد العودة والشاب العباس المالكي خير مثال. من هنا ارتأت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظيم هذا المؤتمر تحت عنوان مؤتمر الضحايا، الذي سيشارك فيه ذوي ضحايا متواجدين في الخارج بعيدا عن سطوة القمع السعودية، بحيث سيتمكنون بكل حرية من سرد قصص الظلم والاضطهاد وغياب سبل الانتصاف في الداخل، بالإضافة إلى مشاركة محامين دوليين سيتحدثون حول السبل القانونية المتاحة وآفاقها لمحاسبة السعودية أو المسؤولين عن الانتهاكات في خارج السعودية. تفضل أخ زاهر. شكراً أخي عادل على هذه الكلمة، على توضيح المؤتمر وسير المؤتمر والهدف من هذا المؤتمر. انتقل الكلمة الآن إلى الأخ حسن الحبيب، وهو ابن الشيخ محمد الحبيب المعتقل تعسفيا في السعودية، سيتكلم عن قضية والده. تفضل أخ حسن. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هذه الدعوة للحديث عن قضية والدي الشيخ محمد حسن الحبيب. سوف أتحدث عن الوقائع التي أدت إلى اعتقاله. في 12 ديسمبر 2012 تعرض للإيقاف من قبل الجهات الأمنية أثناء عودته من السفر، والذي دعاه إلى حضور جلسة تحقيق على خلفية نشاطه في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنديد بالتمييز الطائفي. لم يسمح له آنذاك بتوكيل محامي يحضر معه جلسة التحقيق، وأجبر على التعهد بأن لا يتطرق لمثل تلك الموضوعات. في 24 ديسمبر 2015 مرة أخرى، وعلى خلفية خطاباته التي كان يحمل فيها الدولة مسؤولية حماية الناس من الهجمات الإرهابية، ودعوته لإيقاف المنابر التي تدعو لقتل الشيعة ورجال الأمن، تعرض للتحقيق والتعهد، مما دعاه للتوقف تماماً عن الخطابة. في 8 يوليو 2016 تم اعتقاله أثناء محاولته السفر إلى دولة الكويت عبر منفذ الخفجي بحجة محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني،
وبعد 3 أيام من قطع الاتصال به ورد اتصال هاتفي منه يخبر بأنه متواجد في سجن مباحث الدمام، حرمة من حقه بمعرفة سبب تواجده في السجن، ولم يسمح له بتوكيل محامي يحضر معه جلسة التحقيق، كما لم يسمح له بالتواصل مع عائلته حتى ما يقارب 4 أشهر من الحبس الانفرادي. جرت العديد من المحاكمات في جلسات في قضيتين منفصلتين، فحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالسجن والمنع من السفر 5 سنوات إضافة إلى السجن 7 سنوات في حكم سابق. في 27 أكتوبر 2016 تهم بانتهاك التعهد المأخوذ عليه عام 2012 في الامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر والنيل من العلماء ودعوة الناس الفتنة والطائفية والتحريض على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة كما ورد في لائحة الدعوة. في البداية تمت تبرئته في 10 أغسطس 2017، حيث اعتبرت المحكمة أنه لا زال ملتزم بالتعهد ولم تجد أدلة كافية تثبت عكس ذلك، على الرغم من عدم وجود أي دليل جديد. وبعد ما يقارب 178 يوم نقضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة القرار في 4 يناير 2018 وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات استنادا إلى المادة الأولى من قانون جرائم وتمويل الإرهاب. أثناء قضاء العقوبة في 30 أبريل 2018 وجهت إليه تهمة السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال دعم الاحتجاجات والتحريض على أعمال الشغب في القطيف وتأييد أحد الإرهابيين وصفه بالشهيد المقصود به الشيخ النمر، إضافة إلى حيازة الوثائق التي تشجع على عصيان الحاكم ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني. تم توجيه الاتهامات الجديدة بناء على اعترافات أجبر على التوقيع عليها أثناء فترة السجن وبعض المواد المنشورة أساسا في الإنترنت أثناء تم العثور عليها في المنزل أثناء تفتيشه. بالرغم من التكرار في توجيه بعض التهم التي صدر فيها حكم قطعي في القضية الأولى، صدر حكم أولي في 25 أغسطس 2019 من المحكمة الجزائية المتخصصة أيضا يقضي بالسجن والمنع من السفر 5 سنوات. ولم تقت إلى الاعترافات المزعومة على الرغم من مطالبتنا بتسجيلات الفيديو الخاصة بجلسات التحقيق. في ديسمبر 2019 أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر ونقضت فقط التهمة المتكررة، بقي الحكم كما هو وصدق لاحقا لتصبح مجموع الأحكام السجن 12 عاما إضافة إلى المنع من السفر 5 أعوام. من واجبنا اليوم البحث عن طرق الإنصاف بكل الوسائل المشروعة والقانونية في داخل البلاد وخارجها عبر المؤسسات المؤثرة من أجل الحفاظ على قيمة العدالة في البلاد. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخ حسن، ونتأسف عن ما حصل لوالدك ونتمنى بإذن الله أن يخرج بسلام إن شاء الله. انتقل الآن إلى الأخت يمنى ديساي من جنوب أفريقيا وهي ضحية، ستتحدث عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال سنوات من الاعتقال التعسفي. تفضلي أخت يمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. أنا يمنى دساي، مواطنة من جنوب أفريقيا ومحاضرة سابقة للغة الإنجليزية بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية. أنا معتقلة سياسية سابقة، اتهمت ظلما وقضيت 3 سنوات بين سجن ذهبان وحائر في السعودية. في المبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن الأمر يختلف في السعودية، فنحن مذنبون حتى يثبت العكس. هذه الدقائق القليلة لا يمكن أن تنصف قصتي أو قصص أولئك الذين ما زالوا في السجن. باختصار سألخص النقاط الرئيسية. في 22 نوفمبر 2015 تم اعتقالي مع إخوتي 3 في الساعات الأولى من الصباح. إن توقيفي لم يسمح لي بمحامي أو مترجم أو توضيح سبب حول اعتقالي
أول اتصال بعائلتي في جنوب أفريقيا لإعلامهم بمكان وجودي. كان يتوجب مني بذل وسعي لأحصل على حقوق النظامية التي حرموني منها. أتذكر عندما تم اعتقالي والطريقة التي تم بها اعتقالي جعلتني أشك في نفسي فيما إذا كنت قد فعلت شيئاً مخالفاً للقانون من خلال الطريقة التي عملت بها. واحتجزت لمدة شهرين في حبس الانفراد قبل أن يتم نقلي في زنزانة جماعية. في هذين الشهرين تم استجوابي بشكل مستمر، وتعرضت للتعذيب نفسي خلال الساعات الأولى من الليل من حوالي الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 4 فجراً، وكان المحققون يسألون أغبى أسئلة. انقطع الاتصال تماماً مع أي شخص خارج السجن بما في ذلك عائلتي في البداية، وأنا ظننت أن هذا ما حدث لي ولإخوتي فقط. في وقت لاحق عندما وضعت في الزنازين الجماعي علمت أن هناك معتقلين لم يتم إخبارهم أبداً بسبب اعتقالهم، فقط عندما يمثلون أمام المحكمة يعرفون السبب. بالنسبة لأولئك الذين لا يمثلون أمام المحكمة مثل إخوتي الثلاثة لن يعرفوا السبب أبداً. بعد عامين وحضور أكثر من 15 جلسات استماع في المحكمة والمطالبة برؤية أدلة على الاتهامات الموجهة إلي، حكم علي أخيراً بالسجن 3 سنوات و7 أشهر لجرائم معلوماتية منسوبة إلي ظلماً، المادة 12 من نظام الجرائم المعلوماتية لوجود صورة لنفسي وأنا أحمل السلاح نارياً مرخصاً، والتي تم التقاطها في جنوب أفريقيا. للإشارة إلى ذلك فقد حكم علي بموجب قانون تم تمريره فقط بعد اعتقالي، وهو مؤشر أخير على أن المحكمة ليس لديها دليل يدينني. تعقد جلسات المحكمة سراً ولا يمنح المعتقلون وقتاً للرد أو الدفاع عن أنفسهم. باختصار هي محكمة شكلية. بعد الجلسة الأولى يسمح للمعتقل بمحامي، ولكن يجب أن يكون شخصاً توافق عليه المحكمة، ولا يمكن للمحتجز الجلوس بمفرده مع المحامي، ويجب أن يكون المحقق حاضراً. لا توجد قواعد وقوانين محددة بشأن ما يمكن وما لا يمكن فعله في السجون السياسية في السعودي، ومن هم في السلطة يفعلون ما يريدون وإن كان فيما يفعلونه ظلماً للإنسان المعتقل. بعد عامين من إطلاق سراحي ها أنا أمامكم، ما زلت أحاول أن أفهم بالضبط لماذا وماذا حدث. أنا وإخوتي لم نحصل على تفسير رسمي عن سبب اعتقالنا، ولم يتم تعويضنا أو حتى تقديم اعتذار. أخبرونا أنه كان خطأ، بينما لا يزالون يتصرفون بغطرسة في التواصل معهم ويقولون لنا أنتم تعرفون بالضبط ما فعلتم. حالتي لا تختلف عن بقية المحتجزين إلى أجل غير مسمى في السجن دون أي فكرة عن سبب وجودهم هناك. في محاولة لفهم ما حدث لي وإخوتي أعطي للآخرين لمحة عما يمر به كل محتجز وما يمر به. عندما أتحدث عن السجن فأنا لا أقصد حالتي فقط، بل أعنيهم جميعاً، أعني كل واحد منا. أحمل معاناة المعتقلين الذين رأيتهم وعشت معهم لمدة 3 سنوات وسمعت حكاياتهم في السجن. رغم التهديد سأستمر في كون صوتا لمن لا صوت لهم حتى يتمكنوا ذات يوم من الوقوف هنا ويسردوا قصصهم لأنفسهم بإذن الله. للأسباب الأمنية حيث لا يزالون كثيرون منهم محتجزين لا أستطيع أن أذكر أشياء كثيرة عنهم، ولكن أقولها بصوت عال وواضح وأكررها: لا تصدق من أخبرك أن التعذيب لا يحدث في السجون السياسية في السعودية، لا تصدق من يقول إن المعتقلين يحصلون على حقوقهم. أقف هنا بلا خوف
وأدلي بشهادتي كشاهدة على عكس ما يقولونه، وأتحدى أي شخص ليثبت لي خلاف ذلك. في سنوات الثلاثة التي أمضيت في ذهبان شاهدت انتهاكا تلو الآخر. تعرض النساء للتعريب والإذاء، قتلت سجينة وهي حنان ذبيانه، حرمت معتقلة أجنبيات من المكالمة الهاتفية والزيارة، ولدت نساء في السجن مثل فاطمة بلوشي التي لا تزال محتجزة. هناك مع ابنتها كيان الجهني البالغة من العمر 3 سنوات. عاشت هذه الطفلة كلها في الزنزانة في ذهبان مع أمها، والنساء المسنات يتم سجنهن مثل والدة الناشط عبد الله الغامدة عبد الله الغامدي، والقائمة تطول. لقد شاهدت شابات صغيرات السن يسجنون. قبل دخولي تصورت السجن السياسي على أنها مكان للمعتقلين البارزين الذين ربما قتلوا شخصا أو ما خططوا لهجوم على المؤسسة الحكومية أو شيء من هذا القبيل، لكن الحقيقة هي أن النساء المسجونات لا يمكنهن حتى قتل الحشرة. ناهيك عن الأذى لحياة البشرية، إنهن شابات ذكيات وطموحات وشجاعات يحلمن بمستقبل أفضل، ولن يقبلن ما هو عادي. إنهم أخوات وأمهات وبنات، إنهم بشر ولديهم قصص، ولسنا مجرد أرقاما تتراكم في السجن. كما قال الراحل مانديلا ذات مرة، إرهابي اليوم هم أبطال الغد، سيشهد التاريخ على أولئك الذين قاتلوا ليعطونا حياة أفضل. غالبة المعتقلين ليس هناك بسبب جرائم فعلية. على سبيل المثال، والدة عبد الله الغامدي التي اعتقلت بسبب عمل ابنها الناشط في الخارج لابتزازه، وفاطمة البلوش التي دخلت بسبب زوجها أو سماح النفيعي الموجودة بسبب إخوتها أو بعض الناشطات اللواتي كنا قد طالبنا بحصول على حقوق معينة. هل هذه مبررات لاعتقال وتعذيب واحتجاز شخص ما إلى أجل غير مسمى تدعي السعودي محاربة الإرهابي وتحقيق الإصلاح؟ لكن الطريقة التي يتعاملون بها مع من يريدون التغيير ترسم صورة مختلفة تماماً. إنهم يصنعون مواطنين يكرهون نظامهم. رسالتي التي أكررها دائماً، المعتقلون السياسيون ليس مجرمون. يجب السلطات النظر إلى الآراء مختلفة على أنها شيء إيجابي. اعمل معهم لتجعل بلدك أفضل ولا تحتجزهم. لو كان أولئك في السجون مجرمين لكنت أقف هنا مطالبة بمعاقبتهم بأقصى العقوبات التي تخيلتها على الإطلاق، لكن الحقيقة هي إنهم لم يرتكبوا أي خطأ سوى المطالبة للإصلاح والحقوق في وطنهم. باعتباري معتقلة سابقة ظلما، فأنا لا أريد شيئا من الحكومة السعودية لنفسي. بدلا من ذلك أريد المساءلة والإصلاح في النظام السجون الذي ليس له قوانين وقواعد محددة. صدر اليوم قانون ينص على أن المرأة يمكنها القيادة، وغدا يتم سجن نفس أولئك الذين طالبوا بالقيادة. أطالب بالحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين في السعودية وفي جميع أنحاء العالم، من أجل أن تكون هناك قواعد وقوانين محددة، وأن يضمن المسؤولين تنفذ هذه القوانين، وليس أن يفعل كل منهم ما يريد. رسالتي واضحة، وسأستمر في أن أكون صوتا لمن لا صوت لهم حتى يتمكنوا يوما ما من الوقوف هنا وسر قصتهم، أو حتى يتم الإصلاح والتغيير بإذن الله. وشكرا لكم. شكرا أخت يمنى على هذه الكلمة المؤثرة جدا، وتأسف عن ما حصل لك في السجون السعودية، وبإذن الله تنانيل
تعويضا أو أسفا من هذه الحكومة، وأتمنى أن من جميع المعتقلات في السجون السعودية أن يأخذون حقوقهم وأن يفرج عنهم بإذن الله. الآن أنتقل الكلمة إلى الأخ يحيى درهم من اليمن، وسيتكلم عن مأساته جراء الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن. تفضل الأخ يحيى. السلام عليكم، أخوكم يحيى محمد درهم من اليمن، حاليا في ألمانيا. ما أقول لكم، إجرام السعودية على الشعب اليمني شيء عظيم، وأنا تأثرت من هاي الحرب. في أول ضربة ضربوها التحالف على الشعب اليمني على مطار صنعاء الدولي، راحوا فيها 7 بيوت كلها اتدمرت. من هاي البيوت نصف بيتي تدمر، أخوي انشقت رجله من الشظايا، حتى في ظهره من الشظايا من الزجاج، من كل شيء. ونتمنى هذا في تاريخ 17 يناير، لا، في 17 في 2015 ديسمبر الذي حصلت هاي. أنا في المكان بالضبط، أنا كانني في على حدود هنغاريا صربيا. مجرد ما أتصل لليمن يجاوبوا علي بالتليفون، مش إن تليفون أهلي ما هوش في البيت، جاوبني واحد جاي يقول لي أهلك كلهم راحوا، جيرانا كلهم اتدمروا. أنا أتصل ليش وإيش السبب، يقولوا السعودية ضربت على اليمن، مدري إيش. انصدمت، أنا ما أدريت إيش أسوي. ونطالب بحاجتين، بمحاكمة محمد بن سلمان على تدخله في اليمن، ثانيا تعويضا للشعب اليمني من الغطروس آل سلول هاي. وما أنا أشتري ما أعبر لكم، أنا إنسان ما أقدر أعبر لأني أشتي أنسي. أنتم تري ما معنى أهلك يقعبهم ضر ومشاكل وكل شيء، وأنت في على حدود، وأنت خارج من عند أهلك، كيف شعورك الداخلي أنت؟ أنا مجرد، تسمعوني ولا لا؟ أنا نسمعك، تفضل. أنا مجرد واحد شخص هنا في ألمانيا، أنا أعرف شخص هنا من محافظة تعز، قوصف أهله كلهم قعدوا اليمنيين عنده، يقعدوا عنده علشان لا ينتحر من ما حصل أهله. أيش الظلم هذا يا أخي؟ الظلم هذا ما اليهودي ما بيسوي كده، وهاي آل سعود بيسووا بالشعب اليمني كده، حرام. ما سوينا فيهم. نصف الشعب اليمني بيشتغل في السعودية، بيبني السعودية ويكبرها ويسوي، وفي الأخير جزاء الإحسان يسووا فينا كده. يا أخي في سوريا حرب من 2013 إلى 2020، مطاراتهم مفتوحة. العراق من 2003 إلى 2013 و12 مطاراتهم مفتوحة. حاليا 4 سنوات وهاي الخامسة اللي داخلين فيها، ما التحالف بيضرب اليمن، مسكر المطارات، الميناءات، الدواء. معانا تقريبا 13 مليون هذا الذي فيهم مرض السكر والقلب، منين يجي لهم الدواء هاي؟ يجي لهم من السماء، من المطارات. لازم المطارات تفتتح، الميناءات تفتتح. هذا اللي بدنا منه، اللي أنا بدي شعوري والشعب اليمني يفتحوا المطارات ويفتحوا كل شيء. ما نتدخلش بما هو مشاكل في اليمن من بين القبائل أو شيء. ما تتدخلش السعودية مننا يا أخي. يا أخي السعودية هاي
طرح لنا هكا، تروح مع إسرائيل ولا مع أمريكا ولا مع اللي يدعموها بالسلاح ويدعموها بكل شيء، تروح تشوف لها حل حق السلاح اللي بتشتري، تبني في الصحراء، تسوي شيء، مش تحارب اليمن على مين؟ قال على سبلتك. جميل. مش حرام والله، هذا حرام. أنا قعدت في السعودية يا أخي 4 سنوات، اشتغلت أنا سنة في محايل، اشتغلت في محايل، حصل لي حادث في السعودية، تخيل، يشدون، أنا مكسر، هانا فيني أثرت من الحادث، دخلوني السجن، أنا يدي هذه مكسورة، ما فيش عندهم الرحمة منزوعة من قلوبهم يا أخي. تفهم. أنا أطالب حاجتين. تفضل، باقي دقيقة معك أخي. باقي دقيقة أقول نريد محاكمة بن سلمان، هذا الذي بدي فيه، وتعويضا للشعب اليمني وانتهاكات للشعب اليمني من أقصى اليمن إلى غربها. بإذن الله سيتكلم بإذن الله في مجموعة من المحامين في الجلسة الثانية، راح يتكلمون عن هذا الموضوع وكيفية البدء في هذا الموضوع ومحاكمة محمد بن سلمان أو أي مسؤول أو رئيس أو حتى الملك في هذه الانتهاكات التي حصلت إما للمعتقلين أو حصلت للشعب اليمني. انتقل الآن إلى الأخت علياء الهذلول، وستتكلم عن معاناة شقيقتها الوجين الهذلول في السجون السعودية. تفضلي أخت علياء. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا للدعوة. كلمتي تتعلق بما حصل لأختي لوجين. سأبدأ من البداية. فأختي لوجين ناشطة بمجال حقوق المرأة، اعتقلت عدة مرات بالرغم من أنها تعرضت لتهديدات وضغوط لإحباطها من التحدث علنا عن الأوضاع في السعودية، لكنها قررت بالرغم من كل ذلك أن تكون صوتا لمن لا صوت له. شاركت في مؤتمر في جنيف في فبراير 2018 للتحدث مع لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة. بعد رجوعها للإمارات تعرضت لأبشع التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر شيء يعني محزن في القصة أنه في مارس 2018، يعني قبل 3 شهور من اعتقالها، عندما كانت تدرس في جامعة السبرون في أبوظبي، تم إيقافها من قبل شرطة أبوظبي، تم إيقافها على الهايوي، على الطريق السريع، وترحيلها في نفس اليوم قسرا إلى الرياض. وعندما وصلت الرياض تم نقلها إلى سجن المباحث العامة في الحائر وتوقيفها هناك دون إبلاغ أسرتها، يعني كانت مختفية تقريبا عدة أيام ما نعرف عنها شيء. بعدها بكم يوم تم إفراج عنها من سجن المباحث في الرياض، وذلك دون تهم أو ذكر سبب التوقيف أو أي شيء تبرير هذا التوقيف، وفرض عليها منع السفر وعلى عائلتها دون مسوغ قانوني. بعدها جت يعني المفاجأة الكبيرة، هي يوم الثلاثاء 15 مايو 2018، اليوم اللي داهمت فيه تمت مداهمة منزل الأهل، والدي وأهلي في الرياض دون سابق إنذار. في ذلك الفترة كانت لوجين تسكن عند أهلي مع زوجها في ذلك الفترة، وخلال المداهمة تم القبض عليها. طبعا يعني لن أدخل في تفاصيل المداهمة وطرق التعامل، لكنهم دخلوا وقبضوا عليها بدون أي مستند يجيز القبض عليها. وحين مغادرة فريق القبض المنزل، تم التوجه بلوجين إلى سجن المباحث العامة في الحائر وتوقيفها لعدة ساعات، ومن ثم تم نقلها إلى سجن المباحث العامة في جدة في ذهبان. جلست في ذهبان عدة حوالي يعني عدة أيام، وفي نهاية شهر مايو تم نقل لوجين من سجن المباحث العامة في جدة إلى مكان مجهول للغاية، وهو سجن سري. كانت معصوبة العينين، مكبلة اليدين من قبل رجال مجهولي الهوية. بقيت هناك عدة أسابيع. هذا السجن يعني أعتقد صار معروف ما يدار في ذلك السجن، يعني كان سجن يدار من قبل رجال مجهولي الهوية،
بعضهم كان يرتدي قناع أسود، كانوا يتلذذون بالتعذيب الفظيع عن طريق صعقها بالكهرباء، ضربها بوسائل مختلفة، الإطعام بالقوة، وهذا أشدد عليه، الكل يعتقد أنها شيء جميل أنه يتم إطعام الشخص، لكن الإطعام القسري حتى الاستفراغ والدرجة الاستفراغ يعني كان بطريقة جدا بشعة، والتحرش بها جنسيا وتهديدها بالاغتصاب وتهديدها بالقتل. يعني كانت في كل مرة أحد يدخل عليها لما يتركوا الزنزانة والغرفة، لأنها كان في مكان ما هو فعلا سجن، كانت في الغرفة كانت يعني تشعر بالارتياحنا لسه ما ماتت. خلال فترة الاعتقال بالسجن السري كان المحققون، يعني هذا جزء جديد يعني علينا كشعب كسعوديين، أننا نرى أشخاص يتلفظون بألفاظ جدا فاحشة عارية من أدنى درجات الحياة، لغتهم سوقية للغاية، إلى إصرار المحققين على السخرية بها وبشكل روتيني بألفاظ فاحشة. والشيء يعني المثير للحزن والضحك في نفس الوقت أنهم كانوا يتفخرون بتعذيبهم لشخصيات جدا معروفة في سجن فندق الريتز كارلتون في الرياض عام 2017. وفي نقطة هامة جدا، الكل يقول مستحيل أن لوجين يكون تم تعذيبها من قبل رجال. أريد أن أكرر أن هذا السجن السري كان فيه القائمين على العاملين فيه فقط من الرجال، ما كان فيه أي عنصر نسائي في هذا السجن، كان فيه نساء مسجونات، سيدات مسجونات نعم، لكن العاملين ما في كان من العنصر النسائي. هذا المكان كان خالي من الكاميرات المراقبة، ما في أي يعني في نوع من التحفظ على هذا المكان، على عدم يكون في أي نوع من الأثر لهذا المكان. في هذه الفترة كان أيضا سعود القحطاني يشرف شخصيا على التعذيب، وهو الذي هدد أختي لوجين بالاغتصاب والقتل، حتى أنه كان يقول لها بنغتصبك ونقتلك ونقطعك ونرميك في المجاري، ما حد يعرف عنك شيء. في يوم الأربعاء 4 يوليو 2018 رجعت لوجين إلى سجن المباحث العامة بذهبان في جدة، وبقيت في زنزانة انفرادية لأكثر من 4 أشهر. يعني في هذه الفترة فقط بدأوا فتح الملف التحقيق بها بشكل رسمي، كأنها دخلت السجن فقط في هذا اليوم، رغم أنها مضت أكثر من 3 شهور في السجن، لكن الفترة الرسمية بدأت بعد ما عادت من السجن السري إلى سجن ذهبان، وكانت بفتح محاضرة تحقيق جديدة، وكان في تحت مراقبة الكاميرات من قبل أمن الدولة. لكن التحقيق كان فقط تحت خوف وتهديد من قبل المحققين، تخويفها بالرجوع إلى السجن السري في حال لم توافق لوجين على الرد على أسئلة التحقيق أو تجاوبهم بأجوبة تناسب توجهاتهم. كان التحقيق في سجن ذهبان من قبل محققين مجهولي الهوية دون تواجد ممثل من النيابة العامة. في يوم 14 ديسمبر تم نقل لوجين إلى سجن المباحث العامة في الحائر في الرياض. في نهاية يناير 2019 تقدمت لوجين برفع شكوى إلى النائب العام سعود المعجب من خلال إدارة السجن المباحث العامة في الرياض في الحائر، لأنها شعرت أن هناك ضرورة رفع شكوى رسمية إلى الجهات المسؤولة لأخذ حقها بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها. لم أحد يجاوبنا، لكن فوجئنا بإصدار النيابة العامة على حسابها على بنشر بيانات رسمية تؤكد حسن المعاملة التي تحظى بها الموقوف دون أي ذكر للشكوى التي رفعتها لوجين. بعد فترة كذلك أصدرت هيئة حقوق الإنسان بيان ينفي التعرض الموقوفات إلى التعذيب، ونشر هذا البيان بعد أسابيع من إبلاغ لوجين لأعضاء هيئة من هيئة حقوق الإنسان، ممثلين بالعضو أمال المعلمي والعضو عبد الرحمن العتيبي، عن تفاصيل ما تعرضت له لوجين في السجن السري، وذلك أثناء زيارة أعضاء الهيئة لسجن المباحث العامة في ذهبان في جدة. فوجئنا قبل كم يوم بحكم القاضي بتكليف
النيابة العامة بفت تحقيق بتعذيب لوجين، علما أن هذه النيابة العامة نفسها التي أنكرت التعذيب سابقا. يعني هناك نوع من تخبط إداري في 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 هذا المسألة. وبعد كل هذه المعاناة بدأوا يعذبوا لوجين نفسيا في السجن الانفرادي لمدة تقارب 8 أشهر أو من الزيارات الطبية. وإذا قبلوا بزيارة الطبيب، وهنا يعني شيء محزن جدا، يمنعونها من التحدث باللغة أجنبية فقط باللغة عربية، والطبيب لا يتكلم اللغة العربية. فكان يعني نوع من الإرهاق النفسي، يعني وكان هناك في ألفاظ جدا فاحشة عندما تطالب بمقابلة الطبيب أو شيء زي كذا. وكذلك الانقطاع الاتصال لمدة 4 أشهر، مما أجبرها على الإضراب عن الطعام ليقبلوا أن تتصل بالعائلة. وآخر قرار هو نقلها إلى المحكمة المتخصصة، وكانت اليوم أول جلسة. صعب التحدث عما حدث في الجلسة لأنه ما سمعناه في الجلسة وحين والآن نراجع الأوراق يبدو أن هناك نوع من علينا أن نتأكد. كنا نتوقع أنها فقط نقل ملف، لكن يبدو أنه هناك في إجراءات أخرى، فأفضل أن لا أتكلم عن المحكمة الجلسة المحكمة المتخصصة التي حصلت اليوم. فقط الكلمة الأخيرة الذي لاحظناه أنهم يريدون أن يرهقوا لوجين، يحاولون كسرها. لوجين ليست الوحيدة لكنها من القلائل الذي نسمع عنهم. يريدون أن نصمت، ولكن واجب علينا أن نحميها ونتحدث عما تفعله للأسف السلطات السعودية بالمعتقلين. وشكرا جزيلا لكم. شكرا أخت علي على مشاركة ما حصل، شيء المؤسف اللي حصل لأختك لوجين، ونتمنى لها ولكل المعتقلات بإذن الله الخروج عاجلا غير آجل. تنتقل الكلمة الآن إلى السيدة كلمنس بيكتارت، وهي محامية من مجموعة إجراءات التقاضي التابعة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. تفضلي محامية كلمنس. كلمنس، Yes, can you hear me? هل يمكنكم سماعي؟ تمام، نعم. نعم، yes. Yes, here I am. I want first of all to thank the organizers for inviting me to participate to this conference. منظمين لهذا المؤتمر ولدعوتي للمشاركة به. To present myself, I am Clémence Bictard, وأنا محامية في باريس. And I am muted. There is a problem. Can you hear me now? هل يمكنكم سماعي الآن؟ Yes, okay. I work here in Paris for the International Federation for Human Rights, FIDH. وأنا مسؤولة عن إجراءات التقاضي للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وقد درست عدد قضايا في هذا الإطار مع الاتحاد. Primarily on cases today that relate to Syria, crimes committed in Syria, but also in Iraq, in Latin America, and in America Latina. And FIDH has a strong experience in universal jurisdiction cases. I will present you a report. سوف أقوم بتقديم تقرير تم نشره مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. ولذا سوف أغلق الكاميرا الآن لتقديم هذا التقرير وعنوانه كسر الحواجز.
So this is a report about access to justice in Europe for victims of international crimes. وهذا هو التقرير للوصول إلى العدالة في أوروبا لضحايا الجرائم الدولية. It is a report that is the product of a joint two-year joint project وإن هذا التقرير هو مشروع مشترك لمدة عامين بين الاتحاد الدولي والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة Redress، وهي منظمات أيضا تعنى بالجرائم الدولية أو قضايا الجرائم الدولية في أوروبا. This report follows missions that have been held in Belgium. هذا التقرير قد أتى بعد عدة مهمات جرت في بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، هولندا وفي السويد. And there were interviews which were organized with more than 140 investigators, prosecutors, من المحققين والمدعين وأيضا المدافعين عن الضحايا ووضع السياسات والخبراء والضحايا. And it was about a comparative study on implementation of a directive from the European Union on victims' rights. So basically, it was about meeting with professionals of universal jurisdiction cases and trying to analyze whether victims' rights had improved حقوق الضحايا أو وضع حقوق الضحايا قد تحسن أو لا في السنوات الأخيرة في أوروبا. So the key findings of this report كانت النتائج الرئيسية لهذا التقرير أن قد تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا يزال ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة يواجهون الكثير من المعوقات القانونية والعملية التي تحد من ممارسة حقوقهم. These barriers stem from inherent difficulties in investigating and prosecuting international crimes at the domestic level. على المستوى المحلي ومقاضاة مرتكبيها. But also failures by European member states to implement their obligations under international law. And also that specific policy decisions كما فإن القرارات السياسية المحددة لتقييد الوصول إلى بعض الحقوق على أساس مكان الإقامة أو جنسية الضحية أو طبيعة الجريمة. And what is interesting is that the analysis of victims' rights is a very interesting and important barometer about the possibility of victims of international crimes to access jurisdictions in Europe on the basis of universal jurisdiction. So although they are cases that multiply, of more number in the recent years of investigations, prosecutions, in Europe of international crimes and against suspects of international crimes, there continues to be important barriers in the access of victims. لا زالت هناك حواجز للوصول إلى العدالة من خلال هذه الآلية. Examples of these challenges are the access to information in victims' rights, facilitating effective participation, and protection against secondary victimization. Concerning the information on victims' rights, investigators and prosecutors must offer victims information about them, including how to go about reporting crime, what role the victim may play in criminal proceedings, and how to access legal advice, protection, and support. And most often, for victims of international crimes who wish to file a complaint in Europe, it relies a lot on NGOs, like FIDH and others, to provide the victims with full information on the nature of their rights. So,
لذا prosecutions, prosecutors, investigators, judges across Europe have developed ways to inform victims about their rights, about the possibilities to file a complaint against a known perpetrator, or just to share their testimonies. But it's true that the findings of this report and this study shows that this remains insufficient. لقد توصلنا إلى أن هذه الآليات أو الإجراءات هي غير كافية. Now about the protection against secondary والآن فيما يخص الحماية ضد الإيذاء الثانوي. The obligation to take a case-by-case approach to protection against retaliation. نهج كل حالة على حدة للحماية من الارتكام والإيذاء الثانوي. بما فيه اتباع نهج حساس لدعوة الضحايا للاستماع إليهم. Victim friendly environment for interviews. والحرص على وجود بيئة صديقة للضحية لإجراء المقابلات. بالإضافة إلى تكييف التفاعلات مع الخصائص الشخصية للضحية والتقليل من الاتصال بين الضحية والجاني المسؤول. كل هذه التوصيات domains in which things should be improved at the level of يجب تحسينها jurisdictions which have been analyzed by the report. والتي تم تحليلها من قبل هذا التقرير. Now the report states and has interviewed a lot of victims. لقد قام هذا التقرير بمقابلة العديد من الضحايا الذين شاركوا في تحقيقات and this is a quote so I'm now وهذه أحد الاقتباسات from a victim that was interviewed in July of this year and who said what I did again if I can put all the difficulties it brought to my life then no certainly not. There are enormous emotional, financial, social and physical costs but I felt I needed to do something. Maybe I would have done something else instead of seeking justice because this fight of لأن هذه المعركة التي استمرت 25 عاما غير إنسانية لذا يظهر هذا الاقتباس وجهة نظر الضحايا الذين يحاولون الوصول إلى العدالة يشعرون بخيبة الأمل حيث أن الكفاح يتطلب وقتا طويلا وصعب للغاية. For more information, I wanted to share with you this email address of the Justice Desk of FIDH that you can contact, of course, if you need more information on this report. من المعلومات حول هذا التقرير. Now, just to finish, if I may, والآن قبل أن أنهي مداخلتي هل لدي دقيقتان؟ نعم. Yes. Okay. I would just like to first of all thank each one of the participants for their very interesting presentations about the violations that you have suffered or witnessed so that you are documenting. And I wanted to share with you some elements that are for FIDH the keys for successes to engage in that quest for justice on the basis of universal jurisdiction. For success, coming from our experience at FIDH, is to work in network and in coalition. It's true that it is always more powerful, and this has proven to be very effective, for example, in cases concerning Syria. To have an alliance, coalitions between lawyers, human rights lawyers, organizations that are specialized in litigating human rights cases, and victims and victims. توثيق قضايا حقوق الإنسان وقضايا المتعلقة بالضحايا ولأنه وفق خبرتنا لا يتعلق الأمر فقط بالتشريع وفقط برفع شكاوى ولكن هو عبر المناصرة ونقل هذه الحالات من شخص إلى آخر للوصول إلى دعم هذه الحالات.
And then the other key for success, I would say, in terms of نقطة الأخرى لننجح في مسعانا هذا هو توثيق هذه الجرائم. The crimes to know what we are talking about, and I have heard in your presentations very substantive, you know, stories and testimonies of قصصكم وفي شهاداتكم. So it's always كان very هناك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ولذا من المهم جدا وعند الضرورة التعرف على المعتدين the chain of commands وأيضا السلسلة القيادة لأنه في معظم الدول الأوروبية The presence of أنتم a perpetrator of a suspect on the territory before على you are able to file a complaint قبل أن تتمكنوا من رفع شكوى ضده. So these are elements that I wanted to share with you. عناصر النجاح أو النقاط التي أردت أن أشارككم بها وفقا لخبراتنا في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وطبعا سأبقى تحت تصرفكم لأي سؤال. شكرا لكم. شكرا للسيدة كلمة بكتارت على هذه الكلمة. ونشكر برضو المترجمة التي حاولت نقلت الكلمة باللغة العربية. ننتقل الآن إلى المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وناشط في مجال حقوق الإنسان وصاحب أول قضية ترفع على ضابط متهم بالتورط في قضايا قتل وتعذيب. القضية لا زالت منظورة الآن أمام المحاكم الألمانية. تفضل أخ أنور. الصوت تحياتي لكم جميعا. شكرا للمنظمة الأوروبية السعودية لتنظيم هالويبينار، وبتشكر جميع الضحايا اللي كانوا شجاعين لدرجة يقدموا شهاداتهم أمام الملأ العام. يعني هي بطولة وشجاعة خارقة هي حقيقة. بتشكر طبعا زميلتي كليمانس اللي شرح الصوت يقطع. أخ أنور الآن الصوت. الآن تمام تمام. بدي أوضح بس طبيعة الإمكانيات اللي نقدر تتساوى خارج البلد اللي عم تصير فيه الانتهاكات. هي إمكانيات محدودة حقيقة، لكن مع محدوديتها ببعض الأحيان بتكون في نتائج فعالة. بدي أوضح بس قضية الفرق بين انتهاكات وجرائم. الانتهاكات غالبا هي بتتم ببلد مستقر موجود يعني، وما في مشاكل داخلية، حروب أو نزاعات داخلية، بالأحرى حروب، نزاعات مسلحة داخلية. هاي الانتهاكات للأسف مع أنه هي خطيرة ببعض الأحيان مثل ما حكوا كثير من شهود الضحايا ونحن معانين فيها من سوريا لعقود سابقا، هاي الانتهاكات هي لا يمكن المحاكمة عليها خارج نطاق الدولة اللي هي عم تتم فيها الانتهاكات، وبالتالي لا اختصاص لقضاء دولي بالنظر بالانتهاكات اللي ببلد مستقر نوعا ما أو بالأحرى لا يشهد نزاعات مسلحة أو حروب أهلية داخلية. المسألة اللي ممكن يتحاسب عليها خارجيا في حالتين فقط، وقت بيكون الجريمة هي تعذيب أو عنف جنسي لأنه خاضعين لاتفاقيات خاصة، وفي حالة وجد المدعى عليه في البلد المعني. يعني إذا كان مرتكب التعذيب هو سعودي أو أي دولة أخرى وجد في أوروبا والضحايا وجدوا في أوروبا، يمكن لهم أن يقاضوه على أساس انتهاك ارتكاب جريمة التعذيب. الاعتقال التعسفي وغيره كل هي ممكن بموجب اتفاقيات خاصة، لكن تشترط وجود
المتهم في الدولة المعنية. المسألة الثانية اللي هي بتتعلق بقى بالجرائم الحرب والجرائم الإنسانية اللي هي بتخضع للصلاحية العالمية اللي تحدثت عنها زميلتي كليمانس. هذا النوع من الجرائم هو حديث البنية القانونية، يعني بدأ باعتماده بعد 2002 بعد إنشاء محكمة الجنايات الدولية اللي نصت باتفاقيتها على نوعية الجرائم وحددتها وحددت طريق يعني أركانها. هاي الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب ممكن يتلاحق عليها بموجب اتفاقيات جنيف. هدول اختصاص حقيقة هن بالنظام العالمي هن اختصاص محكمة الجنايات الدولية. لكن إذا كانت الاتفاقية وكانت موقعة اتفاقية روما أو إذا أحال مجلس الأمن الملفات المتعلقة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية النظر فيها. في الحالة السعودية الآن هناك في جرائم حرب ارتكبت في اليمن، وهذا يمكن لهذا النوع من الجرائم أن تنظر في الدول الأوروبية التي لديها صلاحية عالمية. وكما تحدثت زميلتي كليمانس لبدء تحقيق أو لتحضير ملفات تحتاج أولاً للمنظمات الموثقة لتوثق الجرائم، التي توثق أسماء المجرمين، لأنه الصلاحية العالمية لا تحاكم نظام، تحاكم أشخاص محددين قاموا بارتكاب الجرائم أو أمروا بارتكاب الجرائم أو كان لديهم العلم الأكيد بارتكاب هذه الجرائم ولم يتخذوا شيئا لوقفها أو محاسبة مرتكبيها. وهذه مسألة ليست افتراضية، لا يمكن أن تكون افتراضية، يجب أن تكون مؤكدة، معلومات أو أدلة مؤكدة على أنهم أعطوا الأمر أو علموا بشكل مؤكد بهذه الجرائم ولم يتخذوا أي موقف تجاهها. وبالتالي العمل أولا على موضوع التوثيق للجرائم، التوثيق لأسماء المجرمين، ومن ثم تعتمد على الضحايا والأدلة أن تكون. طبعا بالنسبة للجرائم اللي عم تحصل باليمن، القنابل أو التفجيرات أو القصف العشوائي للمدنيين أو الاعتقال أو غيره، القاضي في أوروبا لا يستطيع أن يذهب إلى اليمن ويعاين مكان الجرائم ويتأكد من نوعية القذيفة ومن أن هذا المكان كله مدنيين أو هناك سكنة عسكرية حولها بعض البيوت المدنية. وبالتالي إثبات هذا النوع من الجرائم ليس بالمسألة البسيطة، يجب أن القاضي يكون لديه كل المعلومات التي تؤكد أولاً ارتكاب هذا الجرم، ثانيا اسماء المسؤولين عن ارتكاب هذا الجرم. وهذا يعني وجود الأدلة ووجود ضحايا أن تدعي أمام القاضي. المسألة كما قلت ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة أساسا. وبناء على ذلك هذه الصلاحية العالمية فتحت أفق بموضوع العدالة وتطبيقها في العالم، وهي كما قلت حديثة بألمانيا بال 2002 بدأت بقوانين ضمن موضوع الصلاحية العالمية، والسويد والنرويج بال 2014 ضمنت هذه المسألة باتفاقيتها. تحتاج لبناء وحدات ومؤسسات خاصة لتطبيق هذه العدالة، المسألة في بدايتها، لكن هذا يعتبر فتح جديد في مجال تطبيق العدالة. الأساس الآن أن يتمسك المنظمات الحقوقية التي توثق أن تقوم بكل جهدها للتوثيق بشكل جدا دقيق، وتعتمد على التوثيق على معايير مهنية عالية، لأن التوثيق العادي يختلف عن التوثيق الذي يجب أن يقدم إلى المحاكم. وبالتالي التوثيق للمناصرة أو لإعداد التقارير الحقوقية يختلف عن التوثيق من أجل أن يكون دليل أمام المحاكم.
وبالتالي يجب أن تكون منظمات الحقوقية في المنطقة قادرة ومدربة على التوثيق بطريقة محترفة عالية المستوى، ليكون هذا التوثيق قادر أن يكون دليل أمام المحاكم أو القضاء الأوروبي في حال استخدام الصلاحية العالمية. بالإضافة لذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين هذه المنظمات والمنظمات الدولية التي لديها الاختصاص العالي كذلك للتقدم بهذه الملفات، كما أشارت زميلتنا كليمانس، الفيدرالية الدولية كما المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان لديهم الخبرة العالية في هذا النوع من الملفات وهذا النوع من الجرائم والضحايا، وبالتالي يمكن التعاون معهم. والأهم من كل ذلك أن يكون هناك الضحايا القادرين والذين لديهم الشجاعة الكافية، كما شاهدنا من المشاركين الشجعان الذين تقدموا شهادتهم. يجب أن يكون لدينا العدد الكافي من الضحايا القادر على مواجهة الجميع بكشف الحقائق وإعطاء شهادته أمام القضاء. وبالتالي هناك أكيد صعوبات، لكن المسألة ليست مستحيلة، وهناك أمل حقيقي بأن يمكن الوصول على الأقل إلى جزء من العدالة أو إلى فتح باب للوصول للعدالة. وهذا كما قلت جهود المنظمات الحقوقية في المنطقة بالإضافة لجهود منظمات دولية ممكن التعاون معهم. جميل جميل، أشكرك أنور. ممكن يكون في سؤال يسأل من البعض عن مدى فعالية التقاضي في المحاكم الأوروبية. البعض يتكلم أنه هناك دول، هذه الدول الأوروبية تساعد أو تدعم سواء بالسلاح أو من خلال العلاقات الدبلوماسية مع الدول المنتهكة أو الدول التي قامت بالتعذيب. كيف يمكن لهؤلاء الضحايا أن يثقوا ويتقدموا بالشكوى لهذه المحاكم؟ لنكن واضحين، هناك فصل مستقل وكامل بين السياسة والقضاء في الدول الأوروبية، وبالتالي السياسيين لديهم مصالحهم، هذا لا يمكن أن يشكل عائق أن ينظر القضاء في الدعاوى التي تقام الآن. اليوم السيسي وماكرون كانوا بلقاء، وماكرون أعطى السيسي وسام، مع أنه معروف السيسي من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في المنطقة. هذا عمل سياسي، لكن هذا لم يمنع القضاء الفرنسي أن ينظر بأي شكوى ضد السيسي أو غيره بالجرائم تعذيب أو قتل تحت تعذيب أو القضاء في الدول الأوروبية مسألة مختصة. نحن لا نعول على السياسيين ولا نعول على الموقف السياسي حتى نكون المسألة واضحة. ربما السياسيون حتى في أوروبا يمكن أن يتعاملوا مع مجرمين، لكن هذا لا يعني أن القضاء يمكن أن يخضع لرغبات السياسيين. وبالتالي نعم، هناك فرصة كبيرة للقضاء الأوروبي أن يقوم بهذا الدور وأن يخطع الطريق على السياسيين أن يلعبوا مثل هذه الألاعيب. وبالتالي هناك أمل، يعني تعليقات الناس حول هذا الموضوع محقة من حيث المبدأ، لكنها في الواقع مسألتين مفصلتين. البعض يسأل، أنت تكلمت عن موضوع التوثيق، توثيق الأدلة أمام المحاكم، هل ممكن يعني تفصل أكثر كيف ممكن يكون هذا التوثيق؟ يعني مثلا زي الأخ يحيى الآن موجود الآن في أحد الدول الأوروبية وهو من اليمن، كيف يستطيع مثلا يحيى أن يوثق جرائم التي حصلت مثلا في اليمن؟ هاي توثيق. كما قلت المنظمات الحقوقية المحلية هي من تقوم بهذا التوثيق بالنسبة للأخ أحمد أو لأي ضحية آخر وصل لأوروبا. ستقوم المنظمات المحلية هي بجمع هؤلاء الشهود وتوثيق مبدئي لشهادتهم. كما قلت تحتاج إلى مهنية ومعرفة بكيفية التوثيق، ومن ثم تحضير لبناء ملف حسب نوع الجريمة.
الأخ لا يمكن وحده أن يقدم بشكوى بجريمة محددة، يجب أن يكون هناك ملف كامل. هذا الملف يبنى على أساس شهادات الضحايا، على أساس الأدلة التي يمكن جمعها، إن كان وثائق، إن كان تقارير حقوقية، إن كان فيديوهات، إن كان إثبات سلسلة القيادة ومن أعطى الأمر بارتكاب هذه الجريمة. وبالتالي هذا دور المنظمات المحلية المختصة، هي من تقوم بجمع كل هذه الأدلة وأرشفتها وتوثيقها، ومن ثم التعاون مع المنظمات الدولية لبناء ملف يمكن أن يقدم أمام القضاء الأوروبي. جميل. نسأل الآن المحامية كلمنس، كيف أنتم كأوروبيين كناشطين حقوقيين في مثلا أنت الآن في بريطانيا، كيف تتعاملون مع الحكومة؟ الآن الحكومات تقوم بإجراءات غير قانونية، مثلا بالتعاون مثلا مع حكومة مستبدة مثلا كمصر أو كالسعودية. أنتم كمحامين، ما هو دوركم في وقف هذه الأمور؟ كيف تتعاملون معها؟ يعني نحن الآن نتكلم، الضحايا يتكلمون، سواء ضحايا تعذيب جسدي أو انتهاكات تحصل مثلا في السعودية أو جرائم حرب، لا نعلم كيف يتم التعامل ما بين المنظمات الحقوقية الأوروبية مع حكوماتها السياسية. Yes, thank you for this question. It is very لسؤالك. important to recall that there are still strong political obstacles to the use of عوائق سياسية universal jurisdiction. قوية تواجه no justice, القطاع العالمي. Can be considered as really independent, and this is why it is very important to file a complaint, but also to develop advocacy towards the government, the authorities, and also communication to gain against public support on the crimes. Anwar was mentioning the visit of al-Sisi in France and the welcoming of the President Emmanuel Macron in France by the eighth France this dialogue and the position of the French authorities towards the Egyptian president, and putting forward the voices of victims, of the families of the political prisoners, etc. So all this work is also very complementary to a judicial work, because it opens a space للحقوقيين والناشطين الحقوقيين when complaints are filed. But first and foremost, it is about building strong cases and again acting in coalitions, forming coalitions between international NGOs, human rights lawyers and victims and national NGOs. وبين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية، فتشكيل هذه الهيئات والمجموعات على هذا المستوى أو على مستوى هذه الشبكة To be able to shield again the judiciary from any political interference. But it would be wrong to say that this is always successful and we are facing problems. We continue to face problems to hold those powerful to account. بما أننا نواجه مشاكل ونعرف أننا سنستمر في مواجهة هذه المشاكل، لذا علينا تطبيق هذه النقاط لتخطيها. جميل. سؤال أخير للمحامية، في ضحايا موجودين الآن في السعودية ويريدون الترافع، ضحايا موجودين خارج البلد خارج السعودية ويريدون الترافع ضد الحكومة السعودية، ولكن هناك خطر على أفراد عائلتهم بالداخل. هل هناك في آلية لحماية هؤلاء العوائل من هذه الترافعات؟ وبرضه هناك شخص، برضه سؤال آخر من أحد من الجمهور، برضه يريد محاكمة أمير سعودي
مسؤول هو الأمير محمد بن سلمان أو خالد بن سلمان، ولكن برضو نفس الشيء أخاف على عائلته في الـ في الـ في الـ في الداخل. هل هناك آلية لحماية الأفراد وعوائلهم؟ Well, this is a very important question about the protection of victims and of their families. I think Anwar could talk about this much better than me, because of course the question of the security continues to be a major issue for Syrian victims today and Syrian survivors who wish to file complaints to participate in legal proceedings, but who still have family in Syria and who fear reprisal أو قضايا أمام الحاكم ولديهم عائلتهم لا زالوا في سوريا ويخافون عليهم من السجن. ولذا مسألة الأمن هنا مهمة للغاية، وللأسف ليس هناك أيام معينة تسمح بحماية هؤلاء الأشخاص. You know, a Saudi victim who would be in Europe and safe in Europe and who would be able to come forward and file a complaint and share a testimony publicly with a prosecutor in Europe, there would be no concrete protection or measures or legal measures to ensure protection for his or her family in Saudi Arabia, because these legal mechanisms cannot apply in a foreign country. أسوأتي ولأن هذه الألية لا تطبق في البلاد الأجنبية. Can in certain circumstances share his testimony anonymously in order that his or her name will not be disclosed to the defense and that this will not cause security issues to the person himself or to the family back in the country. But it's true that, again, security constitutes a major issue and a major hurdle, and the legal measures that exist are sometimes insufficient to address this issue about security. جميل. شكرا للمشاركين في هذه الجلسة الأولى، ومعنا دقيقتين أو دقيقة للضحايا إذا أحد عنده مداخلة أو تعليق قبل ما ننتقل إلى الجلسة الثانية. وإذا كان هناك لا يوجد تعليق أو ملاحظات ننتقل بإذن الله. نعطيكم دقيقة أو أقل من دقيقة إذا في أحد من الضحايا لديه تعليق أو مشاركة أخيرة قبل ما ننتقل بإذن الله إلى الجلسة الثانية. طبعاً الجلسة الثانية من مؤتمر ضحايا انتهاكات الحكومة السعودية الأول الذي تنظمه، يعني راح يكون مع المزيد من المشاركين من الضحايا أو ممثليهم، وسوف نستكمل بإذن الله الحديث عن هذا الموضوع، وهو يعتبر المؤتمر الأول من المنظمة السعودية الأوروبية. نشكر المشاركين في الجلسة الأولى، بداية بالأخ حسن الحبيب والأخ يحيى درهم والأخت يمنى يساي والمحامية المحامي أنور البني والمحامية كلمنس. نفتتح بإذن الله الجلسة الثانية.
المخرج من راح يشارك معنا بإذن الله أو في المشاركة الأولى؟ أوكي جميل. بإذن الله راح تفتتح الجلسة الثانية الدكتورة حصة الماضي، وهي باحثة في منظمة القص حقوق الإنسان سابقا، وراح تتحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها عديم الجنسية في السعودية. تفضلي دكتورة حصة. جزاك الله خير، أهلا وسهلا بالجميع. نشكر المنظمة الأوروبية على إقامتها لهذا المؤتمر الهام، وفي هذا اليوم اللي من حقوق الإنسان ما تعانيه السعودية لما يعانيه الإنسان في السعودية من انتهاكات شديدة تشمل الجميع. ونركز اليوم وأركز أنا في ورقة اليوم على عديمي الجنسية أو المحرومون من الجنسية السعودية. وبصفة أن المملكة العربية السعودية عضوا في الأمم المتحدة، فهي ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أنه لكل شخص الحق في الجنسية في أي أرض يولد بها ويوجد بها، ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفيا أو إنكار حقه في تغيير جنسيته. وأمامنا مثال الآن واضح من أحد التهم التي سجلت على الدكتور وليد فتيحي حصوله على الجنسية الأمريكية، مع أنه من حقه أن يحصل على أي جنسية أو يغير جنسيته. وكذلك فإن السعودية طرفا في معاهدات أخرى تحافظ على الحق في الجنسية دون تمييز بينها، من بين اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى صعيد القوانين الداخلية تنص المادة 13 من النظام الأساسي للحكم على أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة ورعايتها ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. المادة 26 أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك نرى أن السعودية تحرم الآلاف حقهم في الجنسية لعدة أسباب، بين المحرومين من الجنسية أبناء القبائل من البيض وكذلك مواليد السعودية. ليس هناك إحصاءات رسمية لأعداد هؤلاء المحرومين، إلا أنه في عام 2009 أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أعداد البدون في السعودية 70,000، فيما أشارت تقارير محلية في عام 2015 أنهم أكثر من 250,000. وتدرس وكالة الأحوال المدنية، طبعا هذا باعتراف السعودية، تدرس وكالة الأحوال المدنية معالجة أوضاعهم من خلال تقديم تسهيلات جديدة ومنحهم بطاقات بصلاحيات واسعة دون الإشارة إلى بوادر منحهم الجنسية، فقط تصحيح أوضاع. وفيما باتت الحقوق الأساسية في العالم المعاصر ترتبط بطبيعة الوضع القانوني الذي يتخذ أشكالاً عديدة من بلد لآخر، وأبرز صوره هو أن يتواجد الأفراد بصفة مواطنين يحملون الجنسية أو مقيمين أو لاجئين، ما يمكنهم كخطوة تالية من الحقوق الإنسانية. إذن لكل إنسان حق سواء كان مواطن أو لاجئ أو مقيم، فيحصلون على الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها. فإن حرمان السعودية للأفراد من حق الجنس يحرمهم من حقوق رأسية أخرى. تقدم عديمي الجنسية في السعودية بالعديد من الشكاوى لجهات مختلفة في الداخل،
في الداخل السعودي وتلقت المنظمات الوعود التي يطلقها بعض المسؤولين حول متابعة واهتمام ومعالجة الملف ولم تنعكس إلى الآن على ربع مليون نسمة. العدد كبير لكن لم نرى أي حل إلى الآن اتخذ. مصيرهم يزداد غموضاً ويكفي المسؤولون السعوديون بإجراءات فردية لا تشكل حلاً جذرياً لمعاناة الآلاف وقد لا يحصل عليها أي شخص منهم لأنه قد تكون هذه الحلول فقط لمن لديه واسطة أو يعرف أمير أو يعرف متنفذ يسهل له أموره لكنها لا تشمل الجميع. ومن خلال استعراض الدوري الشامل في العام 2013 لم تعلق السعودية على مسألة الفئات التي لا تتمتع بجنسية على أراضيها أو المحرومة منها ولم تتناول التمييز المباشر الموجود في قانون الجنسية واكتفت بالتطرق إلى بعض الجهود التي تستهدف حالات أطفال النساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين. ونتيجة لذلك فإن بعض من يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم إن برى هناك من يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم لكن الحكومة السعودية للأسف جابهتهم بالاعتقال وعلى رأسهم الطالبة الجامعية شدن العنزي العام حيث تم اعتقالها عام 2018 وتمتد معاناة عديمي الجنسية في السعودية إلى كافة نواحي الحياة ومنها الوظائف العامة حيث يحرمون من العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يضطر البعض منهم القبول بعمل يكون روفي يبدو أنه في مشكلة في الصوت عند الأخت الدكتورة حصة الماضي وسوف ننتقل الآن يعني في حال أنه جهل الصوت ممكن نستكمل المداخلة لاحقا ننتقل الآن إلى الأخت زينب نعم أبو الخير وهي مواطنة أردنية وأخت المعتقل في السعودية حسين أبو الخير المحكوم بالإعدام سوف تتكلم عن هذه القضية. تفضلي أخت زينب. يسعد مساكم الجميع. Good evening for everyone. أنا زينب زي ما أنت عرفتني زينب أخت المنتهكة حقوق حسين أبو الخير. حسين أبو الخير معتقل من 2014 من أيار 18 أيار 2014 للعام 14 كان هو رايح على شغله بالسعودية اكتشفوا انه هو عنده مخدرات بسيارته طبعا اعتقل لمدة بسلع بالحدود على الحدود السعودية بين الأردن والسعودية اعتقل على الحدود بمحافظة حقل ل 12 يوم تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب والتنكيل التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي علق من قدميه ورأسه إلى الأسفل كانت آثار التعذيب واضحة عليه حتى بعد سنة مرور سنة على سجنه بعد اعترف مرغما لأنه كاد أن يفقد حياته فكان عندهم كليشي أو فورم معين أنه لازم يتوقع عليه وبعدين يعني هو كان يفكر أنه ممكن بس يوصل للقضاء أمام المحكمة ويكون في قضاء نزيه وعادل وينصفه ويحكي لهم شو اللي صار معه هو ما عنده أي فكرة عن هاي الأشياء اللي كانت موجودة بسيارته فبعد 8 أشهر بالضبط تحول طبعا لسجن تبوك بعد 8 أشهر كانت عنده أول محاكمة بعد 8 أشهر أول محاكمة طبعا المحكمة الأولى حكمت عليه بالإعدام تعزيرا القصاص تعزيرا وهو معروف أنه بقطع الرأس
استأنف، هو أنكر هاي التهم الموجودة عنده، أنكرها تماما، استأنف. الاستئناف أيضا ما كان مظبوط، يعني ما كان بصالحه. حكموا طلبنا كمان، أنا تواصلت مع كثير من مؤسسات حقوق الإنسان، أنا بعيش بكندا، أول مؤسسة تواصلت معها أمنيستي بكندا، أمنيستي حكوا لي إنه أحكي مع بريطانيا. أنا صرت أفتش على كثير محلات منظمات حقوق الإنسان بأي مكان بالعالم. بعدين تعرفت على المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع الأخ علي الدبيسي والأخت دعاء، ساعدوني كثير، كانوا متفاهمين للوضع وساعدوني. الأخ يحيى العسيري بمنظمة قسط ساعدوني كثير، وجهوا لي دعوة الأمم المتحدة، رحت على مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حكيت ملخص جدا بسيط عن أخي، يعني فيه كل التفاصيل. طبعا أخي تعرض لمحاكمة جائري، كان كثير فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وين ما كان هذا الإنسان، حتى بالسعودية نفسها، سواء كان بالسعودية أو بكندا أو بسويسرا، هاي انتهاكات لحقوق الإنسان، إنه أنت تعقد محكمة لمتهم ما يكونش عنده محامي، وتعرض للتعذيب المبرح، وأثار التعذيب لا زالت على جسده. بعدين رحت على كمان، شاركت في مؤتمر بلندن، مؤتمر صحفي بلندن، كان عن انتهاكات، خصوصي هذا المؤتمر كان عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية. أيضا حكيت قصة أخي هناك وما تعرض له. طبعا إحنا الأثار النفسية اللي زي ما حكت الدكتورة، زي ما حكت الدكتورة حصة هلأ منذ قليل، المتنفذين بالسعودية والأمراء وأصحابهم وأصدقائهم هم اللي بيعقدوا، ممكن يعفوا عن أي حدا أو ممكن يطلعوا براءة من أي تهمة أو من أي جريمة. طبعا إحنا ما عندنا أي حدا بالسعودية أنه يكون متنفذ أو يوصل لهدول الناس المتنفذين، لأني أنا بعرف شخص بالأردن من هذول الناس، بعرف ناس كثير. قصة أخوه مثل قصة أخوي، تعرفت عليه على صفحة الفيسبوك لأنه عاملين صفحة للسجناء الأردنيين بالسعودية، المساجين الأردنيين بالسعودية، فحكالي أنه هو طلع أخوه لعشرين سنة، ومن عشرين سنة نزلهم لعشر سنين، وطلع بالعفو من أكم من شهر، يمكن ست شهور أو خمسة شهور. فقضية المتنفذين يعني قضية كثير مدمرة وكثير مزعجة، لأنه إذا أنت كإنسان عادي ما عندك أي حدا متنفذ أو واصل لأمير أو سلطة، يعني أنت بدك تشتري حياتك بالفلوس يعني، وإذا ما عندك فلوس، ما عندك ثمن لهاي الحياة، أنت بتفقد حياتك. بالنسبة إلي أنا تواصلت طبعا مع السفارة الأردنية بكندا، تواصلت مع السفارة السعودية بكندا طبعا بدون ولا إشي، تواصلت مع السفارة الأردنية بالسعودية، تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية بالأردن، تواصلت، كتبت استرحام وقعوا عليه ناس كثير لرئيس الوزراء الكندي، تواصلت مع البرلمانيين بالأردن، يعني تواصلت مع وزارة العدل، تواصلت مع كل هذول الناس، ما خليت وسيلة. يعني ممكن أتواصل مع القمر، مع العفريت، المهم إنه أخوي، حتى كتاب استرحام ب 19 ديسمبر الشهر الماضي، السنة الماضية عفوا، بعت استرحام للخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بعته رسالة مسجلة مع فيديكس. تواصلت كثير مع الناس. طبعا إحنا كأسرة كثير متضررين من هذا الظلم المجحف، الظلم القاسي، خصوصا إنه هذا الظلم يكون من دولة تمثل الإسلام، وهذا دائما دائما الشك، حتى بالشريعة الإسلامية بكل القوانين الشك دائما يفسر، يحسب ويفسر لصالح المتهم وليس عكسه، وليس العكس. فأنا طبعا من خلال مؤتمركم بشكركم كثير على هذا المؤتمر، بشكر ريبريف، أنا نسيت، أنا متأسفة جدا، أنا بشكر ريبريف، مؤسسة ريبريف، كثير كثير ساعدوني بكل الطرق اللي هم بيملكوها، كثير كثير ساعدونا، كثير عملونا، يعني ساعدوني بنقاط مهمة جدا من حيث التواصل مع أخي. التواصل مع أخي كثير صعب، يعني كل ست شهور ممكن أتواصل مع أخي مرة، أنا أو زوجته أو حدا من أبنائه.
كثير كثير صعب 6 شهور 7 يعني انك انت ما طبعا اختي بالاردن تعرضت لاشياء كثيره من تحرشات لا داعي لها لو ما كان يعني في الموضوع انه انقاذ حياه شقيقها. فاشتركت بالسفاره بالاعتصامات امام السفاره السعوديه، اشتركت بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجيه والمطالبات والاسترحام امام الديوان الملكي الاردني. كانت راحت على وزارة العدل تتابع الموضوع مع وزارة العدل، عملت الكثير وتعمل ولازالت تعمل، وأنا كذلك لازلت أعمل ولازلت أفتش عن وسيلة أنقذ فيها حياة أخي، لأنني متأكدة أن أخي مظلوم وبريء، وإن لم ينصفه القضاء قد تنصفه منظمات حقوق الإنسان ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ريبريف القسط. عميق شكري وعظيم شكري للجميع. هذا كل ما عندي، إذا في حدا عنده أي سؤال أنا جاهزة. أنا حكيت القصة باختصار، قد أكون نسيت بعض الأشياء، هي قصة مريرة ومحزنة جدا خلاص أنا بالنسبة لي نقطة. شكرا شكرا أخ زينب أبو الخير، حقيقة قصص مؤلمة يعني صراحة جداً يعني جدا يعني سواء لما حصل لأخيك أو لما حصل للبقية يعني بدون ذكر تحديد أحد يعني. ونسأل الله العلي العظيم أن الله إن شاء الله يفرج عن أخيك في أقرب وقت إن شاء الله، ولكل المعتقلين ظلما وتعسفا في السجون السعودية التي كما ذكرت وذكرت الأخت حصة إنه إحنا نسميها في ثقافتنا الواسطة يعني نعم الواسطة يعني واسطة متنفذين إلى آخره. معنا الدكتورة حصة الماضي موجودة أو ننتقل إلى المشاركة التي تليها؟ أنا لا أرى الأخت حصة موجودة. ننتقل الآن إلى الأخت أريجة سدحان، وهي شقيقة المعتقل عبد الرحمن السدحان، وسوف تتحدث عن الإخفاء القسري الذي تعرض له شقيقة. تفضلي أخت أريجة. أولا شكرا للاستضافة. نعم اليوم سوف أتحدث عن قضية أخي عبد الرحمن السدحان والإخفاء القسري. أخي عبد الرحمن السدحان هو موظف إغاثة في الهلال الأحمر السعودي، تم اعتقاله دون أمر قضائي من قبل المباحث السعودية من مقر عمله في مكتب الهلال الأحمر السعودي في الرياض، وكان ذلك خلال حملة واسعة ضد الناقدين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية. قاموا بمصادرة جواله وسيارته واقتادوه إلى مكان مجهول. في اليوم التالي قاموا باقتحام مكان سكنه وتفتيش المنزل، وقاموا بمصادرة جهاز الحاسب الآلي وبعض الأغراض الشخصية، وتم إخفاءه تماما من يومها حتى اليوم. لم يكن هناك أي سجل لاعتقال أخي في قاعدة بيانات السجون على الإنترنت التابع لوزارة الداخلية السعودية. مكتب أمن الدولة لم يؤكد احتجازه إلا بعد مرور شهر كامل من إخفائه رغم استفسارنا المتكرر، حيث أكدوا بأنه محتجز لديهم ولكن رفضوا مشاركة أي معلومات عن السبب أو مكان الاحتجاز. تواصل أفراد عائلتي وزاروا مكتب أمن الدولة في الرياض عدة مرات منذ اختفاء عبد الرحمن. كل ما أخبرنا به المسؤولون السعوديون حتى يومنا هذا هو أنه تحت التحقيق، وأن أي اتصال بأسرته أو محامين محظور تماماً. لقد قمنا بمحاولة كل الطرق الرسمية من اتصال وإرسال فاكسات وخطابات إلى المؤسسات الحكومية السعودية والمسؤولين السعوديين للاستفسار عن عبد الرحمن ومكانه وسبب احتجازه، ولكن لم نتلقى أي رد. بعد بضعة أشهر من اختفاء عبد الرحمن وصلنا خبر لأول مرة من بعض الشهود، حيث تم مشاهدته في سجن ذهبان السياسي في جدة، وقد تعرض لتعذيب شديد كما أدلت المصادر. في نوفمبر 2018 قمنا بتقديم شكاوي لجهتين لحقوق الإنسان في السعودية مقرهما الرياض، وهما هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. أقرت هيئة حقوق الإنسان باستلام شكوانا، ولكن حتى اليوم لم تقدم أي مساعدة أو متابعة لقضية إخفاء عبد الرحمن رغم استفسارنا المستمر. فيما ردت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان علينا شفهيا في نوفمبر 25 2018
قائلة بأن عبد الرحمن تم نقله لسجن الحائر السياسي ولم يقدموا أي مساعدة أو متابعة بعد ذلك، رغم طلب عائلتي بزيارته والاتصال به. وخلال نفس الشهر نوفمبر قامت منظمات حقوق إنسان مستقلة في جنيفا وبريطانيا برفع قضية الإخفاء القسري إلى الأمم المتحدة، وقد أرسل فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تحقيقاً عاجلاً إلى السعودية بشأن أخي عبد الرحمن، ولكن حتى يومنا هذا لم يتلقى فريق العمل التابع للأمم المتحدة أي رد من المسؤولين السعوديين. وبعد مضي سنتين من الإخفاء القسري تلقى أحد أفراد العائلة في الرياض مكالمة هاتفية من عبد الرحمن في 12 فبراير 2020، ولم يسمح له سوى بدقيقة واحدة فقط، بالكاد أخبرنا خلالها أنه في سجن الحائر السياسي، وكان هناك شخص يراقبه أخبره أنه انتهت الدقيقة وقام بقفل الخط. لم يتمكن أخي من مشاركة أي شيء عن وضعه الصحي أو حالته العامة أو متى يمكنه الاتصال بنا مرة أخرى. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي سمح لأخي فيها بالاتصال بأي فرد من عائلتي، ومنذ ذلك الحين وضع عبد الرحمن مرة أخرى تحت الإخفاء القسري. خلال السنوات الماضية أثناء إخفائه تلقينا عدة تقارير عن حالته من عدة مصادر موثوقة. علمنا أنه محتجز في سجن غير رسمي حيث حصل معظم التعذيب، وقد تعرض لتعذيب شديد وتحرش جنسي، والذي شمل على سبيل المثال لا الحصر، الصعقات الكهربائية والضرب والجلد والتعليق من الأرجل وفي أوضاع مجهدة، والتهديد بالقتل والشتائم والإهانة اللفظية والحبس الانفرادي، كما أجبر على التوقيع على وثائق وهو معصوب العينين. كما علمنا أيضا أن العديد من المعتقلين كانوا يمرون بظروف مشابهة، مما يشير إلى أن هذه ممارسات ممنهجة من قبل النظام السعودي. وحتى يومنا هذا لا نعرف أي تهم رسمية ضد أخي عبد الرحمن، ولا نستطيع الاطمئنان عليه وعلى حالته الجسدية أو الصحية، خصوصا بعد كل ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة. حتى الآن يتم تجاهل ورفض جميع طلباتنا للاتصال والزيارة بحجة أنه لا يزال تحت التحقيق، ولا يسمح له بأي مكالمات أو زيارة حتى مقابلة أو تعيين محامي. وكما يبدو فقد تم استهداف أخي من قبل السلطات السعودية بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على تويتر. إخفاء أخي وعدم معرفة حالته أو الاطمئنان عليه هي انتهاك جسيم لحقوقه الإنسانية وحقوقنا كعائلته، حيث تعرضت عائلتي لجميع أشكال التعذيب النفسي خلال السنوات الماضية منذ اعتقاله التعسفي وإخفائه. وكما هو يبدو نحن لسنا العائلة الوحيدة، فكما يتبين هناك الكثير من الضحايا وكثير من العوائل ممن يمرون بما نمر به من تعذيب نفسي ومن انتهاكات لحقوق ذويهم وحقوقهم. شكرا. أشكرك أخت أريش على هذه المشاركة. و في الحقيقة شخصيا سمعت أحد الموجودين في الداخل ذكر عن وجود أخيك في فيلا، نفس ما ذكرت الأخت عليا، أن يبدو أن هناك في عدم ثقة ما بين سجون بن سلمان وسجون الداخلية، لذا أنه ذكر لهذا المصدر أنه كان أخيك موجود في هذه الفلة، كانت موجودة في جدة، ونفس ما ذكرت الأخت علي أن كل الموجودين هم ليسوا موظفين رسميين من قبل وزارة الداخلية، بل هم أناس يعني مأجورين يعملون هذه الأعمال الشنيعة. ننتقل الآن نستكمل مع الأخت الدكتور حصة الماضي، انقطع الاتصال في المشاركة الأولى، والآن تستكمل ما تبقى من المشاركة. تفضل دكتور حصة. دكتور حصة موجودة؟ يبدو أن شركات الاتصال في أوروبا ليست بجودة عالية. دكتورة حصة يبدو أنها معنا الآن. المعذرة، قد يكون الشبكة عندي ضعيفة اليوم. تفضلي.
تستمر الإشكالية، وهذا برضو موقف، هذه مشكلة إنسانية في أوروبا، وهي مشكلة سوء النت. النت أصبح الآن حاجة إنسانية. يبدو أننا سننتقل إلى أساس الوقت، ولو صلح موضوع النت مع الدكتورة حصة ممكن أنه نستكمل مداخلتها. دكتورة حصة معنا؟ أكمل سريعاً. تفضل. بالنسبة لعدمي الجنسية فإن عندهم إشكالات في بالنسبة للزواج والصحة والتعليم، لا يحصلون على الحقوق أو على التسهيلات كما يحصل المواطنون العاديين. فهناك عندما يريد أحد المواطنين الزواج من البدون أو العكس يحتاج إلى موافقة من وزارة الداخلية، ولا يسجل هذا الزواج إلا في المحاكم، لا يعامل كما الزواج العادي أو المواطنين. وكذلك في الصحة، في التعليم، أيضا في التملك، وكثير من الخدمات لا يستطيع حتى فتح البدون، لا يستطيع فتح حساب بنكي، وكذلك الإقامة بالفنادق شقق المفروشة. فلذلك يتضح أنه له حقوق لهذه الفئة. يبدو أن هناك مشكلة إشكالية، وننتقل الآن عذراً دكتور حصة، كنا نتمنى صراحة أن تكون المشاركة كاملة وتعطينا فكرة عن، وبالفعل إحنا أخذنا فكرة عن موضوع عديم الجنسية، وهو أمر مرهق صراحة وظالم جداً، يعني خصوصاً في الكويت وفي السعودية وفي دول الخليج، وهو التمييز، يعني التمييز الطبقي والتمييز الاجتماعي مشكلة كبيرة. ننتقل الآن إلى الأخ أمين النمر، وهو ناشط سياسي وباحث من شبه الجزيرة العربية ومختص بالشأن السعودي، وهو مقيم في بريطانيا، وسوف يتحدث عن قضية احتجاز السعودية للجثامين. يعني هنا مشكلة، يعني في احتجاز للبشر وهم أحياء، ويوجد كمان احتجاز للجثث. سوف يتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر الأخ أمين نمر. تفضل الأخ أمين. شكرا لك أخ زاهر، شاكر لك على التقديم، وشكرا على الدعوة كذلك. السلام عليكم جميعا. تقول المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق. والشهيد عبد الله الحامد يقول: الكرامة أغلى من النفط. والشهيد الشيخ نمر النمر يقول: كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض. وتكررت كلمة كرامة في خطابات الشهيد النمر كثير، وأذكر مثالين من عريضته، عريضة العزة والكرامة، واللي أرسلها في 2007 لأمير المنطقة الشرقية. في الفقرة 21 طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي الفقرة 23 طالب بعدم التعامل مع كل القضايا بشكل أمني، لأن أكثرها ما له علاقة بالجانب الأمني، فالتعامل بشكل أمني يسبب مشاكل وأزمات ما كانت لتصير. الاعتقالات اللي نشوفها لكل ناشط وناشطة في المجتمع ما هو إلا دليل على أن الكيان السعودي ما يسمع زين وما يتعلم الدرس. فلو ما اعتقل وقتل وظلم وحرم وبالمختصر انتهك، لا أنا ولا غيري يتكلم اليوم في هذا المؤتمر. واللي يهمني موضوع عشرات الجثامين المصادرة، ومنها جثمان بن عمي الشهيد الشيخ نمر. تهتم الثقافات والحضارات والديانات، ومنها الدين الإسلامي، اهتمام كبير بأحكام ودفن الميت، احترام لكرامته واحترام لمشاعر أهله.
ومع أن عائلة النمر قدمت نداء يطالب بتسليم جثمان ابنهم الشهيد، إلا أن المسؤولين السعوديين رفضوا وبلغوهم بأن ابنهم اندفن في مقبرة مجهولة، وهالشي صار دون معاينة الجثمان ودون إذن وإشراف عائلة الشهيد، وبغياب المعاينة ما حد يعرف من العائلة حتى اليوم وقت وتاريخ وطريقة ومكان الإعدام بالضبط. سمعنا خبر الإعدام عن طريق التلفزيون السعودي الرسمي، وما يمكن تصديق رواية الكيان السعودي دون توثيق أو شهود، وحتى لو سلمنا جدلاً إنه اندفن بطريقة طبيعية، فطقوس تجهيز الميت ودفنه عند الشيعة مختلفة تماماً عن المذهب الوهابي الرسمي، وعليه يعد هذا انتهاك لحق ديني ومشكلة أخلاقية. منع العوائل من دفن جثامين عيالها بالطريقة اللي يشوفوها، ومنعهم حتى من وداعهم، ما هو إلا استمرار في إهانة كرامة الموتى وعدم احترام مشاعر أهاليهم. وأحب أؤكد، ما يحق لأحد مهما كان يصادر الجثامين، وحده ولي الدم له حق الدفن. فكل الأسباب اللي يقدمها الكيان السعودي ليبرر احتجازه الجثامين مرفوضة مقدما. وحسب قراءتي في القانون الدولي الإنساني العرفي، يحترم الحياة العائلية حتى في ظروف الحرب، أما في السلم فمصادرة الجثامين في نظري ما هي إلا جريمة يرتكبها قدام العالم أجمع هذا الكيان السعودي اللي يطبق الشريعة الوهابية. وأنا أبحث، قرأت قصة من التاريخ الإسلامي لجابر بن عبد الله بن عمرو، واللي اندفن أبوه في قبر جماعي في أرض معركة أحد في المدينة، قرابة 5 كيلومترات عن بيته، وما هدأ له بال وطاب خاطره إلا بعد نقل جثمان أبوه لقبر لوحده في المدينة بعد 6 أشهر من الدفن. اليوم يطالب الأهالي في المنطقة الشرقية باستعادة أكثر من 90 جثمان، ومن خلال بحثي بأمانة ما شفت كيان يحتجز جثامين الموتى ويرفض تسليمها أيضا إلا الكيان الإسرائيلي والكيان السعودي. وطبعا مصادرة الجثامين شملت حتى العمالة الأجنبية، وفي حالات كثيرة ترفض السعودية إصدار شهادات وفاة للميت، وهالشي يعقد كثير من الإجراءات القانونية كالزواج من جديد مثلا. وهالكيان السعودي ما يخبر عوائل المعدومين أو حكوماتهم بمكان الدفن. في الأخير أحب التأكيد أن أهالي الشهداء المغيبين طالبوا باستعادة جثامين عيالهم، لكن تعرضوا لكثير من الضغوط، فبعضهم هرب برا البلد، وبعضهم معتقل، وبعضهم ممنوع من السفر. وفي هالظروف يتساءلوا أهالي الشهداء عن الطريقة اللي يحصلوا فيها حقهم المشروع في استعادة الجثامين. استعادة الجثامين حق، والعدل هي محاكمة من ارتكب جريمة قتلهم أساسا. شكرا لكم. شكرا أخ أمير النمر على هذه المداخلة، وننتقل الآن إلى مداخلات المحامين، وستكون المداخلة الأولى للمحامية ثريا بوينز، وهي محامية متخصصة في الجريمة والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان الدولية، وشغلت سابقا منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة ليبريف التي تكلمت عنها الأخت زينب. تم تعيين ثريا كباحثة في محكمة الإيغور التي تم إنشاؤها للتحقيق في أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الوحشية ضد المسلمين والجماعات العرقية الأخرى في شمال غرب الصين. تحدثت ثريا مراراً أمام الأمم المتحدة
والمملكة المتحدة والبرلمان الأوروبي بشأن مسائل تتعلق بتطوير قضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تفضلي محامية ثريا. شكرا جزيلا على هذه المقدمة، وأود أن أشكر المنظمين أيضا. سأبدأ بالتحدث عن مقدمة عن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان. هذه القوانين تمررها الحكومات لمعاقبة الأفراد أو الكيانات التي يشك في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال مجموعة عقوبات تتعلق بمنع السفر أو العقوبات المالية. تم تبني هذا النظام أولاً عندما توفي أحد المحامين الروسيين سيرجي ماغنيتسكي في ظل حكومة أوباما في العام 2012، حيث تم قام بكشف أحد حالات الاحتيال الضريبي الكبيرة في شركة الاستثمار الأمريكية في روسيا، وتم اعتقاله واحتجازه من دون أي محاكمة. وقد أفادت عدة تقارير عن الظروف القاسية التي تعرض لها ومن ثم توفي، إما بسبب الإهمال أو بسبب التعذيب. وتم تمرير قانون ماغنيتسكي، وكان يعاقب الرسميين أو المسؤولين الروسيين من خلال منع السفر ومن خلال تجنيد الأصول. وبالتالي في العام 2016 تحول هذا إلى قانون عالمي، حيث في ظل الانتهاكات لحقوق الإنسان يمكن تطبيق هذا القانون. وعبر السنوات تبنت الدول هذا القانون، مثل كندا فلديها قوانين مشابهة للعقوبات، وكذلك الحال في المملكة المتحدة. وتعتبر مهمة خاصة في التعرف أو في محاكمة الكيانات التي أو الأشخاص الذين يشك في اطلاعهم بقضايا تتعلق بانتهاكات حقوق إنسان. وبالتالي فقد يتعرضون لمنع في السفر، لحجز في ممتلكاتهم، ويمنعون من القيام بأي أعمال تجارية أو غيرها في البلاد. وهناك تأثيرات مالية أيضا لها علاقة بهذا القانون، حيث مجرد ذكرهم على هذه اللائحة، لائحة الأشخاص الذين المشكوك بأمرهم في اطلاعهم بانتهاكات، يتم منعهم من القيام بأي أعمال تجارية أو غيرها. فإن المملكة المتحدة كانت لديها عدة قوانين منذ العام 2017 في هذا الإطار، تتماشى مع القانون العالمي للعقوبات. وبالتالي فإن الانتهاكات الثلاثة التي قد تكون ضمن هذا الإطار هي التعذيب وسوء المعاملة، الحق في الحياة، والاستعباد.
فقد يتم ذكر أحد الأشخاص ليس فقط المنخرطين بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بل أي شخص قد يشكون في أمر ما يؤثر سلبا عليهم وعلى أي أعمال قد يودون القيام بها. ولذا كيف يختلف هذا الأمر؟ فإذا الحكومة حكومة المملكة المتحدة إذا أردنا أن نذكر النقاط الإيجابية لهذا الأمور، فهناك استجابة أسرع لانتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن الوصول إلى نتائج لها عبر المحكمة، وهناك استجابة سياسية أيضا لناحية انتهاكات حقوق الإنسان. ولقد ذكرت مجموعة من البلدان مثل كندا والمملكة المتحدة التي تطبق هذا النظام، ولكن نهار الاثنين الفائت وافق الاتحاد الأوروبي على نظام حقوق الإنسان، العقوبات لحقوق الإنسان، وقد سطر مسودة خطية بهذا الشأن. ليتم تطبيقه فيما بعد. فكما ذكرنا النقاط الإيجابية، يعد استجابة سريعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن الوصول إليها عبر المحكمة، كما أنه استجابة سياسية للرد على انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه من الطرق السهل الوصول إليها من قبل الضحايا، غير أنه في إطار آخر ومن النقاط السلبية، ففيما يخص الاستجابة السياسية لانتهاكات حقوق الإنسان فهو يتطلب إرادة سياسية لتعيين هؤلاء الأشخاص أو الأفراد أو الكيانات على تلك اللائحة. وكما تبقى بعض الأسئلة مطروحة، على سبيل المثال في المملكة المتحدة، كيف يمكن تزويد هذه المعلومات من قبل المصادر لاستخدامها؟ وإذا كان هذا الموضوع عالمي، فسيبقى هناك مناطق أخرى حول العالم لهؤلاء الأشخاص ممنوعون من القيام بأي أعمال أخرى. وبالتالي هذا قد يسهم في حصول استجابة أسرع لانتهاكات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لاستضافتي. شكرا محامية تريا، والآن تنتقل الكلمة إلى جيمس سوازنو. وهو مدير الشؤون القانونية في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. جيمس. Hello everyone. Can you hear me all right? مساء الخير للجميع، هل يمكنكم سماعي؟ نعم. Yes. ألو. الآن لا يمكن سماعي. James, we can't hear you now. Can you hear me? Yes, now. الآن نسمعك بشكل جيد. Okay. No. James, you're muted again. Do you need me? How about now? Sorry, everyone. Yes, now we can hear you. Okay. I should. Okay. A good evening, everyone. First, مساء الخير للجميع. أولا, everyone that has presented tonight. أود أن أحيي جميع الحاضرين هنا وعلى شجاعتهم وجميع القصص التي تناولوها، فهي ضرورية للغاية. اسمي جيمس سوزانو، أنا مدير الشؤون القانونية في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
I'm an international human rights attorney. أنا محامية دولية في مجال حقوق الإنسان. I've been practicing in international law وأمارس مهنتي في القانون الدولي منذ حوالي 10 سنوات. We are in an interesting time in international law. حالياً نحن في وقت مثير للاهتمام فيما يخص القانون الدولي، حيث تقوم بعض الحكومات بتغيير علاقاتها بالولاية القضائية العالمية. كما ذكر بعض زملائي، كما بدأ آخرون بإصداراتهم الخاصة من تشريعات مثل قانون ماجنيتسكي. ومعظم هذه القوانين هي جديدة، ولذلك فنحن غير متأكدين من كيفية عملها وتطبيقها في المملكة العربية السعودية. يبدو مستقبلها مشرق، ولكن لسنا متأكدين. أنا هنا اليوم لأتحدث إليكم عن الخيارات الموجودة اليوم في النظام الدولي. They are not as powerful as the Magnitsky Act. قد لا تكون قوية بقدر ما هو قانون ماجنيتسكي أو القانون العالمي، فهي لن تضع المعتدين تحت القضبان ولن يأخذوا أموالهم ولن يمنعهم من الذهاب إلى أماكن العطلات المفضلة لديهم، ولكنها من جهة ثانية يمكنها إنقاذ الأرواح، وهذا أمر مهم للغاية. في الوقت الحالي لدينا بعض الطرق المتاحة لدينا عبر الأمم المتحدة. Is through the وأهم هذه الإجراءات of the Human Rights هي الإجراءات الخاصة التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان، الجهة المخولة لسماع شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان من أي مكان حول العالم بما في ذلك السعودية. فهم يتلقون شكاوى من منظمات مثل المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومن ثم يقومون بتحويل تلك الشكاوى إلى اتصالات رسمية للحكومة السعودية، ويطلبون من هذه الحكومة أن تشرح موقفها وتبررها. فعلى سبيل المثال، لقد عملنا مع قضية المدعو حسين أبو الخير وأخته زينب التي تحدثت منذ قليل في هذا الحدث. قد عملت المنظمة لدينا مع زينب على كتابة شكوى حول سوء المعاملة التي تعرض لها شقيقها، وقمنا بإرسال تلك الشكوى إلى الأمم المتحدة، وأخذوا تلك الشكوى وتواصلوا مع الحكومة السعودية عما حدث مع حسين. By saying that وقد قامت الحكومة بالرد علينا وقالت لنا بأن مزاعمنا غير صحيحة، وأنهم لم يقوموا بتعذيبه، وأن محاكمته قد جرت في ظروف قانونية بموجب القانون الدولي. ونحن نعرف أن كل هذه الأمور أكاذيب، ولكن المهم أن الحكومة قد تلقت هذا الاتصال، وبالتالي تعرف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان. وعلى الرغم من أن حسين قد تم اعتقاله قبل 4 سنوات، غير أنه لم يتم إعدامه على الأقل بسبب هذه الاتصالات التي جرت. وبالطبع قد لا تعمل دائما، فقد قامت الحكومة السعودية بإعدام الشيخ النمر على الرغم من أن الأمم المتحدة تواصلت بشأنه، ولكنها تعمل في كثير من الأحيان بسبب هذه الأداة. وعلي النمر بسبب هذه الأداة ما زال حيا حتى اليوم، ورائف بدوي لم يعد يتعرض للجلد. وبالتالي اضطرت الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا التي يريد أن ينسى أو تريد أن ينساها العالم. ندرك أن هذه الأداة ليست مثالية، ولكنها تعمل في كثير من الأحيان، ولذا يجب أن نستمر في استخدامها حتى تصبح الأدوات الأخرى جاهزة. عندما يكون لدينا هذا الاتصال يمكننا استخدامه. فبعد اتصال الأمم المتحدة بشأن الضحية، أصبح من السهل على المنظمات الأخرى التحدث عنها. في حالة حسين على سبيل المثال، وبعد أن تواصلت الأمم المتحدة، تمكنا من الذهاب إلى الحكومات الأخرى مثل الحكومة البريطانية أو حتى الاتحاد الأوروبي، ونطلب منهم مراقبة محاكمته وبحث عن أي انتهاك للإجراءات القانونية أو لحقوقه الإنسانية تجري في المحاكمة. وقد تمكننا من استخدام اتصالاته لجعل وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن قضيته في منشورات كثيرة مثل الواشنطن بوست. وكلما
زاد الاهتمام الدولي بقضية حسين كان من الصعب على الحكومة السعودية انتهاء حقوقه، وبالتالي يعد هذا انتصارا، وكل هذا يبدأ مع الأمم المتحدة، فكيف يجب أن نستخدم هذه الأداة؟ أولا نحتاج إلى ضحايا وعائلاتهم للتقدم إلى الأمام. نحتاج إليكم ونريد منكم أن تخبرونا بقصتكم بأكبر قدر ممكن من الدقة، ونريد منكم أن تتذكروا التواريخ وتثبتون بالوثائق القانونية وتخبرون بما حدث بالفعل. نحتاج أن توافق الأمم المتحدة على إرسال قصتكم إلى الحكومة السعودية، ونود منكم أن توافقون بأي جديد يحدث في حالتهم. Spoke earlier. ففي حالة family recorded what happened to Lujain and sent it to the UN. فإن عائلة لوجين سجلت ما حدث للوجين وأرسلت ذلك إلى الأمم المتحدة. That UN communication made it easier to get a resolution from the UN. وإن هذه الرسالة التي تم إرسالها من الأمم المتحدة إلى الحكومة السعودية سهل لنا in August and another الحصول على رسالة في الماضي ورسالة أخرى من الوزير الفرنسي. فكل هذه الإنجازات تبدأ عبر الأمم المتحدة، فإن النظام الدولي الآن قد بدأ يتحرك، قد بدأنا نرى لأول مرة حكومات تريد محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في محاكمهم، جمال خاشقجي. كما نرى الأشخاص الذين قتلوا جمال خاشقجي يحاسبون في أماكن مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وربما في أماكن أخرى. كل هذا رائع لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنه لا يفعل شيئا للضحايا الذين تعرضوا للإساءة. أن منظومة الأمم المتحدة هو المكان الذي يجب أن نلجأ إليه بصفتنا محامين دوليين في مجال حقوق الإنسان لحماية الضحايا، ولكننا نريد أن يتقدم هؤلاء الضحايا من أجل القيام بعملنا. قد لا يكون ملامعا وقد لا يؤدي إلى العقاب، ولكن هذه الآليات تساعد لا شك في إنقاذ الأرواح ووقف سوء المعاملة، وفي نهاية المطاف هذا هو ما نود أو نريده على الأكثر. شكرا جزيلا لوقتكم. شكرا جيمس، وشكرا للمنظمة الأوروبية السعودية على مجهوداتها الرائعة صراحة في العمل لحل مشاكل المعتقلين في الداخل السعودي. الآن فرصة للمشاركين إذا في عندهم أسئلة. أطلب من الميوت، في أحد ما عنده ميوت هنا؟ ممكن جيمس، can you put a mute please؟ اللي أحد عنده أسئلة، أريج أو الأخت زينب أو أمين لجيمس أو الإثرية؟ نعم، لدي سؤال للمحامين، وهذا السؤال بحكم ما نتعرض له من انتهاكات حقوقية وإنسانية من الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، يشمل ذلك التعذيب النفسي الذي تمر به عائلتي. أريد أن أستفسر عن ما هي طرق الانتصاف قانونياً بشكل بالنسبة للقوانين الدولية، وذلك كذلك ليس فقط لنا نحن، بل بحكم أن هناك عوائل كثيرة تمر بما نمر به. فمن باب المعلومة، ما هي طرق للحصول على انتصاف قانوني دولي في قضايانا؟ الأخت سارة ممكن تترجمي هذا السؤال إلى أحد؟ تفضل. جيمس ميوت، ما نسمع جيمس. هل يمكن أن تعيد طرح السؤال؟ فقد واجه مشكلة تقنية.
نعم بالتأكيد. ما هي طرق الانتصاف بالقانون الدولي في حالة قضايا الإخفاء القسري والتعذيب بالانتهاكات التي نتعرض لها نحن؟ وكذلك ليس فقط هذا السؤال ليس يشملنا نحن فقط، بل بحكم أن هناك عوائل كثيرة تمر بما نمر به من إخفاء قسري وتعذيب، ويعني حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية تجاه عوائلهم. هذا سؤال صعب للغاية، ويبدو كأنه سهل ولكن الإجابة عنه معقدة. أعتقد أن العديد من الأشخاص يبدون أن يصدقوا بأن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان قد يستبدل عمل المحاكم المحلية، ولكن ليست هي الحالة. لا يمكنكم اللجوء إلى القانون الدولي بالطريقة التي تعتقدونها، بطريقة كأنه محكمة محلية لمعاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القوانين المحلية، فهو ليس بمحكمة عادية. لا يوجد محكمة دولية لديها قضاء أعلى من النظام القضائي في السعودية على سبيل المثال، ويؤسفني أن أقول هذا، فأنا كنت أتمنى لو كان النظام الدولي أقوى من ذلك، ولكننا نعمل على ذلك، نعمل على أن يكون القانون الدولي وقانون ماغنيتسكي قادر بشكل يسمح له بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في البلدان التي جرت في هذه الانتهاكات، ولكن يحق لكم بموجب هذه الحقوق المطالبة بالتعويض كأي شخص ضحية تعرض لانتهاك أو لجريمة. ففي النظام الجنائي العادي يجب أن تقوم الحكومة بدفع التعويض إلى الشخص المتضرر أو الشخص الضحية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. ولكن المشكلة تكمن هنا، أنه لا يوجد شخص أو جهة تستطيع فرض هذا الموضوع، ولا حتى الأمم المتحدة، ولا حتى القوانين في لاهاي، لا يمكنهم فرض هذا الأمر على الحكومة السعودية. جميل. هل هناك سؤال آخر؟ يبدو أن الأخت زينب لديها سؤال. أهلا فيك. نفس السؤال اللي طرحته الأخت، أنا كان نفس السؤال بدي أطرحه، أنه يعني مش المتضرر الوحيد هو المتهم أو السجين. المتضرر يمكن عائلة تتألف من 200 شخص قتلت أرواحهم من الظلم والقهر والتعسف. هذا هو سؤالي كان، وكنت بدي أعقب على الأستاذ جيمس أنه بالنسبة للتعذيب، طبعا هم السلطة السعودية تحاول الكذب دائما أو إخفاء الحقيقة، لأنه لما أخوي بالمحاكمة المحكمة الأولى اللي انعقدت، لما طلب المدعي العام أنه يجي، هو لما طلب أخوي من المحكمة أنه يجي الشخص اللي عذبه، بعث واحد غيره، يعني حكى لهم مش هذا هو اللي عذبني، فهو بعث زميله بالشغل، يعني ما كانش هو. طبعا أثار التعذيب، المنظمة نسيت اسمها، المنظمة اللي حقوق الإنسان اللي بالسعودية شاهدوا أثار التعذيب على قدمي أخي بعد مرور سنة، وزوجته بعد ما زارته بعد سنة كاملة شاهدت هذا أيضا. بس حبيت أأكد كلام الأستاذ جيمس أنه فعلا أنهم يحاولون إخفاء الحقيقة وما في حدا بيصدقهم. شكرا للجميع، شكرا كثير للأستاذ جيمس، شكرا لكل المشاركين بالمؤتمر، لكل القائمين عليه، لكل القائمين على إنجاح هذا المؤتمر. شكرا لإستضافتي. أشكر الموجودين، وكان أتمنى أن يكون في وقت أكثر لطرح الأسئلة، ولكن نقترب من النهاية.
وحقيقة أنا ودي أقول كلمة أو سطر صغير لكل العوائل المتضررين، أنه ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لابد أن يكون هناك أمل، لابد أن الأمل هو الشيء الوحيد الذي يجعلنا نستمتع بالحياة ويجعل الحياة معنى، بأن نكون لدينا أمل بأن يفرج عن ذويكم بإذن الله قريبا. وتنتقل الآن الكلمة إلى الكلمة الختامية للأستاذ عادل السعيد نائب المنظمة السعودية الأوروبية. تفضل أستاذ عادل. شكرا جميعا. من خلال ما طرح، من الواضح أن الآليات الدولية في الانتصاف القانوني قد تطورت في السنوات الأخيرة عما كانت عليه من قبل. باتت هنالك فرص بكل تأكيد هي غير تامة، غير مكتملة، فيها الكثير من القصور، ولكن يبقى هنالك بصيص أمل لمحاسبة المجرمين. وهنا بدأ دورنا أن نسعى للاستفادة من هذه الفرص والعمل على توسيع نطاقها من أجل الوصول إلى محاسبة المنتهكين وتشكيل عامل رادع من المزيد من ارتكاب الجرائم الموجودة في السعودية. تؤكد المنظمة مجدداً على أهمية العمل على الاستفادة من هذه السبل، وتؤكد أيضاً وقوفها مع ذوي الضحايا والاستفادة من هذه الأمور وممارسة ضغوط، مزيد من الضغوط على السعودية. تشكر المنظمة جميع المتحدثين الشجعان في هذا المؤتمر: علياء الهذلول، زينب أبو الخير، الدكتورة حصة الماضي، أمين النمر، حسن الحبيب، يمنى الديساي، يحيى درهم، أريج السدحان، ومحمد الهوساوي بالنيابة عنه الدكتورة حصة، وأيضا عبد الله الغامدي الذي حالت ظروفه دون المشاركة في هذا المؤتمر. وتقدر المنظمة أيضا نضال الجميع وتمسكهم بكرامتهم رغم التهديدات والضغوط السعودية الشديدة على الضحايا. كما تشكر أيضا المنظمة المحامين الكرام: السيدة كيلبنس بكتارت، والسيد أنور البني، والسيدة ثرية بونيز، وبالطبع الرئيس القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السيد جيمس سوزانو، ونشكر المترجمة المحترفة سارة عيسى، ونشكر بكل تأكيد الأستاذ زاهر الشهري على إدارته لهذا المؤتمر، ونشكر أيضا كل من ساهم في دعم هذا المؤتمر الذي سيكون بداية لعمل قانوني مركز. نسأل الله فيه التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء إن شاء الله آخر في هذا الموضوع. والسلام. أشكركم وأتمنى نلقاكم إن شاء الله في مؤتمرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.